السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. نضغط على زر المنيو من الريموت، تظهر قائمة، نضغط على التركيب، بعد ذلك نختار قائمة الترددات، نضغط على زر إضافة الموجود بالريموت باللون الأحمر أو حسب اللون الموجود، ونقوم بإدخال التردد وهو 126.46 مع معدل ترميز 27500، الاستقطاب أفقي، نضغط OK ثم نضع علامة صح أمام التردد، وبعد ذلك نضغط على زر بحث الموجود بالريموت باللون الأزرق ونبدأ بعملية البحث عن جميع القنوات، ثم حفظ البيانات.